الفرقة الإنجليزية المشهورة جبرائيل كونسورت سوف تستهل جولتها العالمية للعروض في إسرائيل، حيث ستفتتح هذه الفرقة المهرجان الإسرائيلي للموسيقى في مدينة إيلات في جنوب إسرائيل. هذا المهرجان الذي يقام سنويا في شهر آذار سوف يحتضن في داخله هذه المرة الكثير من الفنانين والموسيقيين العالميين عدا الفرق والفنانين الإسرائيليين. وفرقة جفرائيل البريطانية والتي تحظى بجمهور هائل عالميا عامة وإسرائيليا خاصة تعتبر زيارتها هذه الأولى لإسرائيل، الأمر الذي جعل مبيعات التذاكر أمرا صعبا جداً.